سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، تأليف محمد عاشور من أهل مصر. يقول هني: وراح معاوية بن يزيد يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا معاوية؟ فقال: والله لا أبكي حسرة على ما فات، وإنما أبكي كمدا على من سيأتي من بني أمية. وزاد الأمر خطرا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحوا يعلنون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، وأنهم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه شهد قتل الحسين، وأنه يجمع في هذه القارورة دمه، وأنه سيطالب سافكيه به يوم يعرضون على ربهم. وأما غضب المسلمين واستنكارهم، لم يجد يزيدا بدا من أن يلقى المسؤولية على ابن زياد ويقول: لعن الله ابن مرجانة، والله ما أمرته بقتل الحسين، ولكنه حملني فاحتملته، والله لو رددت أني تنازلت عن كل شيء وأن حسينا لم يقتل. فرحم الله الحسين بن علي وزل له المثوبة، فقد عاش بطلا ومات بطلا، وأبى أن يكون إلا أن يكون القدوة الحسنة والأسوة الصالحة والمثل الأعلى لكل أب كريم. يثر الموت تحت ظلال السيوف على الحياة بين أطمار الذلة وتحت سلطان الضيم والطغيان، وأنه لواجب علينا ونحن في معركتنا مع هذه معركة الحق والكرامة واسترداد الأرض المغتصبة والله فلسطين والقدس أن تمثل ذكرى الحسين، نجعلها نورا يهدينا ونبراسا يرشدنا للشهادة التي هي غاية الشرفاء، أنه لا حرية بدون بذل الدماء وإثارة للفداء تماما كما فعل سيد الشهداء. وشكرا.